السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد كمشكر الله نكم تكي زيادة رحمن ما نمتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم وإسمي نجينا لانغو منايشة بنت صليح نتوك مدرسة المهاجرين مدايانغو يليوي تاوسك موغوبا مونغو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم الله مرهم ونمشي أمان يمسيما ما كرهت أن يراه الناس منك لليمباله بيني واتوكوان وكيونا لفاني فلا تفعله بنفسك إذا خلوت بس سلفاني ونفقوا بكياك. رواه ابن ماجة. حديث هي مبكليه انا ابن ماجه. بعد ان قسم هاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.